ثم نزولا إلى جلفار، نزولا إلى الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية كاملا. بالإضافة طبعا إلى بعض المدن الساحلية على الساحل الغربي للهند، بالإضافة إلى مناطق الساحل الشرقي لإفريقيا مثل زنجبار وبامبا ومباسا وبتة، كل هذه المناطق وهذه البلدان كانت واقعة تحت حكم عمان، تحديدا في عهد الإمام سيف بن سلطان الذي لقب بقيد الأرض، لأنه يقال هذا اللقب لقب به لكثرة اتساع البلدان والممالك التي وقعت تحت حكمه.